ابو باسل يا اخي هل. انا اشوفك تشتغل في كل شغله يا اخي، في الدجاج، في الغنم، في الليات، في الزراعه، في كل شغله. ايش سياستك فيها؟ والله شف انا عندي سياسه، بس ما ابغى الناس ياخذونها، واللي ياخذها لا يحملني تبعاتها، لا يقول احمد قال. انا سياستي احراق السفن، ما هو عندي كبري تحرقها، لا. انا اذا دخلت في شغله قطعت طريق الرجعه. كيف اقطع طريق الرجعه؟ يعني مثلا عندي خطه اعمل شغله معينه، يعني عندي خطه اني اعمل شغله معينه، ابغى اعمل ثلاجه مثلا، انا عندي خطه اعمل ثلاجه، بستودع ثلاجه. تلاقيني بعد ما اخطط وادرس لمده شهر شهرين واكتب اوراق واشوف واتابع وادخل مواقع يوتيوب واسال ناس واشوف ومر محلات ومر مستودعات ومر اشياء كثيره جدا، عزمتني اصلح الثلاجه، الو جيبوا لي حديد، جيبوا لي بلوك، جيبوا لي بلاستيك عوازن، جيبوا لي كابل كهرب، جيبوا لي ارميها قدامي، جمع قدام وجهي، ما عاد في شيء اسمه رجعه، ما عاد في شيء اسمه شرود، ما عاد في شيء، قدام وجهك لازم تخدم، لازم صلحها. والله اني اخذت كرفان قبل اسبوعين وثلاث اسابيع بيجو زي حق جابر خوي عجبني، والمهم ناس يقولوا لي ما ادري، قلت ما لي دخل، بطمر واشتري لي واحد وعلى الله. طمرت لا شفته بعيني ولا اي حاجه، وشرته من احد بالقصيم وطلع فيه خلل، وصلحنا عمود الكرنك وزبطنا اشياء، ما عاد في رجعه. شفت شو يعني ما عاد في رجعه؟ قلت فحصوه، قالوا الفحص يكلف، قلت فحصوه، ما خلاص لا طريق العوده، وانسق مع ناس يصلحوا لي الكرفان بحيث نطلع لي رحله، عندي خطه اروح عمان وكذا ودول الخليج خلال الشتاء هذا. احرقت جميع السفن واشتريت الكرفان غصب، قدام مرمي قدام وجهي، يا تصلح يا تكون رجال ولا كلت بالله، عاد تفكر في كرفانات. عرفت الفكره؟ انا اخاطب نفسي بهذا الاسلوب، ارمي الشيء قدامه ما عاد معك مجال، يعني خلاص تورط نفسك. باديت وجهي، شفت الشركه اللي بنوظف فيها 150 الف مثلا، باديت وجهي على اساس ما عاد في عوده. يوم قلت بغرس مليون شجره سدر، باديت التغريده واشتغل وجاني رجل اعمال وعمل مشتل وعمل كل شيء، ما عاد في شيء اسمه رجعه. ولذلك انا دائما اقحم نفسي في وسائل الاعلام واعلن عن اشياء، ستجدني غصبا عني ولا اراديا انفذ هذا الشيء، هذه سياستي. ما اصلح لك عبد الحميد، لا والله يمكن تصلح، ما اصلح للثاني، لكن انا لا اورط نفسي، وسياسة التوريط تخليني أنجح، لكن ما ورط نفسي بدين. أنا كل هذا الشغل من أرصد، من ما 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 استلفت من أرصدتي مثلاً، وشغلي وترتيباتي وأشتغل بيدي. ليش أجيب عامل في يوم 500؟ أنا 500 أولى بها، وجبت عمال على كفالتي وحددين على كفالتي، بدل الحدد يأخذ مثلاً في الشغلة هذه 50 ألف، لا جبت حداد أعطيته 5 آلاف واشتغل الشغلة على كفالتي. وهكذا يعني الشغلة اللي تكلف غيري مليون تكلفني 50 ألف، عشان كذا أشتغل شغلته وأنا ب50 ألف أنجح. فهمت الفكرة؟ وإذاك أحرق السفن ورط نفسك إذا كان عندك سيولة تكفي، وبحول الله تحصل خير. لمن يعني عنده نفس تفكيري، اللي عنده نفس تفكيري، جزاك الله خير.